طاهر ترك كتير حكايات وكتير ذكريات وتفاصيل عن يافا، وكأنه تركها إلي أنا. أخذني على المدينة اللي انولد وعاش فيها أبوي وجدي، مباشرة رجعني لطفولتي في مخيم اللاجئين في غزة. مهم جدا إنه ننتج أفلام وإنه نشتغل أفلام. يمكن إحنا ما عندناش صناعة سينما، ولكن إحنا في عنا أفلام فلسطينية. هاي الأفلام الفلسطينية لما بتكون أفلام مهمة هي تعرض في السينمات الأوروبية، وبالتالي هي بتأثر على المجتمع الدولي. أصبحت ثقافة السينما عندنا في فلسطين أو بالنسبة لنا كمان في غزة ثقافة محترمة، وثقافة في إليها جمهور، وجمهور راقي جدا، والناس صارت تعرف ما هي السينما على الأقل. هو مستر عندها بأول حصة جغرافيا قعدت تسمع لنا عواصم العالم. أوكي. وقالت إن القدس عاصمة إسرائيل، قلت لها غلط، القدس عاصمة فلسطين. دراما الفلسطينية اللي بتحاكي معاناة شعبنا طلعت، ولازم تطلع والكل العالم يعرفها. فمن خلال هذه المهرجانات، من خلال هذه الأعمال الفنية بيعرفوا قضيتنا. في هاي الدورة عندنا دول أجنبية أكثر، عندنا أفلام أكثر. في كل دورة طبعا بتزيد المسؤولية وبزيد العباء، ولكن يعني بنحاول بقدر الإمكان نحن نتغلب على هذه المشاكل. القصة بسيطة، فلسطين للفلسطينية، فلسطين للفلسطينية.